في يوم الغدير النبي صلى الله عليه وآله في خطبته أمر بالتبليغ عن ولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال: فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة. قبل ما يقارب من شهرين تحدثنا عن أصل هذا الوجوب، وجوب تبليغ الدين، وجوب تبليغ ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن هناك وجوب لهذا التبليغ بشتى ملاكات الوجوب، وجوب خاص بالأوامر الخاصة الشرعية كهذه العبارة الشريفة في خطبة النبي صلى الله عليه وآله، هذا وجوب خاص. وجوب عام لأنه كمثال، وهناك أمثلة أخرى، لأنه مصداق من مصاديق الأمر بالمعروف الواجب. وجوب إنساني، إنسانية المؤمن، آدمية المؤمن تقتضي أن يبلغ ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا ما ذكرناه. وذكرنا نقطة مهمة، وهي أن التبليغ خلافا للمفهوم عند بعض الناس لا يعني أن الإنسان يقول كلمة ويمشي، هذا ليس تبليغا. التبليغ معناه الإيصال، أن توصل هذا المعنى إلى عقل الشخص أو إلى قلب الشخص أو إلى العقل والقلب معا، هذا هو التبليغ. تذكر شيئا بكلامك، تذكر شيئا في فضائية، تذكر شيئا في كتاب، هذا ليس تبليغا. تذكر شيئا على المنبر، هذا ليس بالضرورة أن يكون تبليغا. التبليغ هو الإيصال من البلوغ، البلوغ يعني الوصول، هذا أيضا ذكرناه. هذه كلها مقدمة، مقدمة لسؤال، وهذا السؤال ما أجبنا عليه. السؤال هو كيف نبلغ؟ التبليغ واجب قطعا، التبليغ معناه الإيصال إلى عقله أو قلبه أو إلى العقل والقلب. كيف نبلغ؟ كيف نبلغ يعني ماذا؟ يعني هذا السؤال يسأله الخطيب فقط؟ يسأله المؤلف فقط؟ يسأله أصحاب الفضائيات؟ يسأله أصحاب الجرائد والمجلات فقط؟ لا، كل شخص من الممكن أن يكون مبلغا. في الفضائية تبليغ لملايين قد يكون، أنت قد تبلغ لشخص واحد، هذا أيضا تبليغ، وهذا أيضا واجب كما أن ذاك واجب. القضية ترتبط بفرد فرد منا كيف يبلغ. لا نتحدث عن الخصوصيات في الظروف الخاصة، هذا بحث مهم وله مجاله وبحث مفصل، ما هي الخصوصيات، القضايا الخاصة بهذا المجال الخاص، القضايا الخاصة بالمجال الثاني، هذا بحث آخر. كلامنا عن الطرق العامة، عن الخطوط العريضة، عن الخطوات الأساسية للتبليغ. نريد أن نهدي شخصا إلى هذا الدين الحنيف، نريد أن نهدي شخصا إلى ولاية أمير المؤمنين. عندما نقول ولاية أمير المؤمنين لا نقصد ولاية أمير المؤمنين فقط للعامة، يجب علينا أن نبلغ. النبي صلى الله عليه وآله قال: فليبلغ الحاضر الغائب للعامة فقط. لا، إيصال أهمية بل ضرورة
تمسك بولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إيصال هذا الشيء للكفار أيضا، لأهل الكتاب، لغير أهل الكتاب، حتى للملاحدة الذين لا يؤمنون بدين، الإيصال إلى كلهم. الواجب هذا هداية الناس، بعبارة مختصرة هداية الناس. التبليغ إيصال مفهوم نفهمه، معنى نستوعبه جيدا، أهمية التمسك بهذا الدين الذي يكون كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، لا الدين كما تشتهيه نفوس الآخرين، الدين الذي اكتمل في يوم الغدير. هذه الكلمة وردت في يوم الغدير في القرآن الكريم، وردت في يوم الغدير، يا أيها الرسول بلغ. في كلام النبي صلى الله عليه وآله وردت في يوم الغدير، فليبلغ الحاضر الغائب. الخطوط العريضة للتبليغ، أنت تريد فرضا تريد أن تهدي شخصا واحدا، كيف تهديه؟ ما هي الخطوات الأساسية للهداية؟ الخطوة الأولى تطهير قلبه من الأوساخ، تطهير نفسه وعقله وفكره وعاطفته من الأشياء السيئة. أنت لا تذكر أن فلانا وفلانا هجموا على دار فاطمة سلام الله عليها، لا يكفي، لا يهتدي، يلزم أن تذكر هذه القبائح التي ارتكبوها حتى يعرف من يتبع، حتى يعرف أنه يمشي في طريق خطأ، حتى يعرف أنه يقدس أناس لا يستحقون التقديس. الخطوة الثانية هذه الخطوة أيضا ضرورية جدا جدا، أيضا البعض لا يرتضيها، وهي خطوة ضرورية، التبري من المجرمين الذين ينسبون إلى الإسلام. هناك مجرمون ينسبون إلى الإسلام، هم نسبوا أنفسهم إلى الإسلام، الآخرون ينسبونهم إلى الإسلام. بدون، عندما أقول التبري، التبري بصوت عالي، لا التبري بصوت خافت لا يسمعك أحد، التبري الذي يسمعك العالم، أنت تريد أن تهدي العالم. بدون التبري من هؤلاء المجرمين لا تتمكن أن تهدي عادة. يا أخي أناس مجرمون، هؤلاء نسبوا إلى الإسلام، هذا الإسلام إسلام غير مشجع، إسلام منفر، شخص لنفرض أنه شخص عادي أصلا لا يريد أن يبايع فلانا، تهجمون على داره، تحرقون داره، تضربونه، تضربون زوجته، تقتلون زوجته، لنفرض أنه إنسان عادي عادي أصلا، هذا الإسلام إسلام مشجع؟ لا رفع السيف بوجوهكم، لا عمل شيئا، لا قال شيئا، جلس في داره، أنا لا أبايعكم، خلص. هذا الشخص تقتل زوجته، هذا الإسلام إسلام مشجع أم إسلام منفر؟ من يقبل هكذا دين؟ ناهيك عن أنه هو أفضل شخصية بعد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن أنه هم بايعوه قبل 70 يوما، ناهيك عن كل ذلك، ناهيك عن أنه علي بن أبي طالب، ناهيك عن أنه أمير المؤمنين، لا، لنفرض أنه شخص عادي. أنت لا تذكر أنك بريء، طريقة البراءة مختلفة أيضا، أنا لا أتحدث عن الطريقة الخاصة، طريقة البراءة قد تكون أنت تقول أنا لست في خط هذا، هذه براءة، تقول أنا لا أوافق هذا الطريق، هذه براءة، أنا أتبرأ، إسلامي ليس هذا الإسلام، إسلامي إسلام علي بن أبي طالب، إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله، إسلام هؤلاء، أنا إسلامي ليس إسلام هؤلاء الآخرين، إسلامي ليس إسلام الحجاج، إسلامي ليس إسلام يزيد عليه لعان الله، أنا إسلامي إسلام ثاني،
أخذ ديني من شخص النبي صلى الله عليه وآله، بعده من أمير المؤمنين، بعده من الإمامين الحسن والحسين، بعدهم. هذه طريقتي. هذا الشيء يلزم أن نبينه بصوت عال حتى لا يحسب هؤلاء المجرمون علينا، لا يحسبون علي. إذا كنت أريد هداية الناس، هؤلاء يعدون صخرة، يعدون مطبة، يعدون مانعا من هداية الناس. أنا متبري من المجرمين الذين كانوا والذين هم موجودون اليوم، في كل زمن كانوا موجودين هؤلاء الذين يحسبون على الإسلام. أنا لا أقبل هؤلاء، أنا متبري منهم. التبري شيء ضروري، خطوة ضرورية. أيضا بدونها لا يمكن هداية الناس عادة. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، بيان الجميل ما عندك. هذه في الخطوة الثالثة طبعا. وما أكثر الجميل الموجود عندنا من عقائد. العقائد لا تدخلها شعرة رصينة. حتى في المجال الثاني، مجال الأحكام، في المجال الثالث، مجال الأخلاقيات، العقيدة رصينة، الأحكام بدرجة تالية، الأخلاقيات بدرجة تالية أيضا. وما أكثر ما عندنا من الجميل في تاريخنا، من الجميل في عقائدنا، من الجميل حتى في الأحكام الشرعية. يا أخي، إسلامنا إسلام فتح الأبواب الصحيحة، إسلام أعطى كل شيء حقه، إسلامنا إسلام يقول زواج الدائم صحيح، الزواج المؤقت أيضا صحيح. هذا إسلامنا. كل الناس يتمكن على الزواج الدائم؟ لا. حاجة جعلها الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان وما أعطى العلاج الكافي، هذا نقص. هذا الإسلام إسلام ناقص. أما الإسلام الذي سد بابا خاطئا وفتح أبواب ثانية، يا أخي ليس كل الناس قادرا على شراء بيت، الإجارة طريق مفتوح. زواج دائم أو زواج مؤقت، الزواج المؤقت طريق مفتوح. بعض الناس لا يتمكن من الزواج الدائم. لولا نهي فلان ما زنى إلا شقي. إسلامنا إسلام فتح الأبواب الصحيحة، سد أبوابا وفتح أبواب بمقدار حاجة البشر. زواج الدائم وزواج المؤقت مثال، أقول أمثلة كثيرة. هذا جمال الإسلام. إسلامنا دين يفهم حاجة الإنسان. الزواج المؤقت استئذان من الله عز وجل، من المالك الحقيقي، هو أذن. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هو أذن. الخطوة الأولى الهجوم العلمي أو العقلي أو العاطفي، تصفية. الخطوة الثانية، أؤكد هذه الخطوات حتى للقضايا الخاصة، وليس بالضرورة أن تخطو كلها أنت، قد يخطو الخطوة الأولى شخص ثاني يفهمه بطلان ما عنده، أنت تخطو الخطوة الثانية أو الخطوة الثالثة.